الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما سمعنا في هذه الليلة المباركة ما ذكره الله عن نبيه وخليله إبراهيم، وما جرى بينه وبين أبيه، وما ظهر في كلامه من البر، وما ظهر في كلام أبيه من العقوق. فالله عز وجل جعل له إبراهيم قدوة في كل شيء، ومن ذلك بر الوالدين. فالله يقول في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة. وذكروا أن الأمة هو الذي اجتمع فيه ما تفرق من في غيره، كأنه أمة في شخص. يعني لو جمعت ما عند آلاف الناس تجده مجتمعا فيه. والمعنى الثاني أنه إمام يقتدى به في كل ضروب الخير، وكلا الأمرين متحقق في نبي الله إبراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سترى في السياق أن في كل آية يقول يا أبتي، لم يناده باسمه، وإنما يخاطبه بهذا الخطاب اللطيف الحسن المؤدب الرفيق الحريص على هدايته: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وانظر كيف يدلل له على أن آلهته لا تنفع، عمياء صماء لا تنفع. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يعني اعبد ربنا وربك الله سبحانه وتعالى الذي يسمع ويبصر، وهو الذي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر، وهو الذي رزقك وأحياك وأعطاك. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قال له يا أبت أنا عالم وأنت جاهل، أنا نبي وأنت جاهل مشرك، وهو صادق في ذلك. وحق لك يا من تجهل أن تتبع من يعلم، لكن مع ذلك أعطاه هذه العبارة اللطيفة: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نصحه ورفق به وعلمه وأرشده، لو وافق ذلك الإرشاد محلا، ولكنه وافق أرضا لا تنبت، وافق من لم ينفع معه النصح. فرد عليه
الأب العقوق قال راغب أنت عن آلهتي، يعني تكره آلهتي يا إبراهيم؟ ما بقي يا بني مثل ما قال يا أبتي، لا، أعطاه باسمه، لئن لم تنتهي لأرجمنك، إما يرجمه بالحجارة أو يطرده، فكلا المعنيين صحيح في اللغة العربية، لئن لم تنتهي لأرجمنك، بدلا من أن ينتفع من هذه النصائح والتوجيهات قابله بهذا الأسلوب الجاف، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اتركني زمانا طويلا لا تكلمني ولا تعرفني ولا أعرفك. هذا هو جواب الأب العاق. عادة يقول الناس الابن العاق، لا، هنا نقول الأب العاق، فالعقوق جاء منه. ومع هذا العقوق وهذا الجواب الجاف رد إبراهيم بمواصلة في الرفق واللين، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني بعد هذا الكلام الشديد لا يزال يؤمل. نعم، وهذا وفاء بوعد، هذا الاستغفار وفاء بوعد. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني وعدها إياه. الموعدة من الأب، إياه يعني إبراهيم، قال له مرة أنا سأتبعك. فعند ذلك وعده إبراهيم منتظر لهذا الوعد، فكان يدعو الله له ويستغفر له، لعل الله أن يجعل ذلك الوعد حقيقيا. لكن تبين إن أنه كان كاذبا وأنه مات على الشرك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، فتبرأ منه، وذلك أنه مات على الشرك. وجاء في الحديث أن والد إبراهيم في أرض المحشر يقول له يا بني الآن أتبعك، مرني أتبعك، أتبعك. فقام إبراهيم يدعو الله، يا رب ألم تعدني ألا تخزني، يعني حين دعاه وارزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أن يقول الناس هذا والد إبراهيم يعذب في النار، والله قد قضى أنه من أهل النار، ولا يريد أن يخزى إبراهيم فيعير بعذاب أبيه. قال انظر إليه، قال فالتفت فإذا هو بضيخ ملتطخ. الضيخ الضبع، وملتطخ مذبوح، يعني مسخه الله إلى ضبع مذبوح، فأخذه الملائكة بقوائمه ورموا به إلى النار، فصار يعذب في النار على هيئة ضبع لا يعرف أحد أنه والد إبراهيم. فأبعد الله الخزي عن إبراهيم حتى في هذا. نعم، فهذا بارك الله فيكم مثال عظيم لما رأى لنبي الله إبراهيم مع أبيه. ولنا في هذا السياق فائدة بعد هذه الآيات مهمة. قال نبي الله إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
أعطاه الله الأولاد وأعطى الله أولاده الذكر والملك، لكن بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد. فلما اعتزلهم وهبنا له، لاحظ الجواب، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، فكانت الهبة مقابل توحيده. إذن التوحيد يحفظ الملك، وسبب لوجود الملك أولا، وسببا للحفاظ عليه ثانيا، وسببا لوجود الذرية الصالحة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فعلى هذا التوحيد صلاح لدينك ودنياك، كما قال الله عز وجل في ذكر نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم. استغفروا ربكم أي اسلموا، هم ما كانوا مسلمين وعصوا وقعوا في الغيبة والنميمة وغير ذلك، لا، هم كفار. فالمراد بقول استغفروا اسلموا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال في شأن نبيه هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فعلى هذا طاعة الله وتوحيد الله جالب للرزق في الدنيا وحافظ للرزق الموجود. فمن أراد الدنيا أن تأتيه فعليه بالتوحيد، ومن أراد الآخرة فعليه بالتوحيد، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالتوحيد. فتوحيد الله عز وجل صلاح للدين والدنيا، صلاح للدين والدنيا. وأنت ترى أناسا أهل توحيد وأهل سنة وأهل تقوى يسر الله عز وجل أرزاقهم وحفظ ما لديهم من أرزاق، وأعطاهم الله عز وجل من الذرية ما أعطاهم. فعلى هذا اجعل هذه الآية أمامك نورا تستضيء به في أهمية التوحيد. نعم، اجعلها أمامك نورا تستضيء به في أهمية التوحيد. المشركون عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم كانوا متخوفين أن تذهب لديهم من مصالح وأن يعاديهم الناس، فالله عز وجل أراهم أنهم في بلد التوحيد، بلد الإيمان، وأن الله عز وجل سيحفظهم. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فعلى هذا اعلم أن طاعتك لله عز وجل ليست قاطعة لرزقك كما يظن بعض الناس: هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، إيش عاد ناكل وإيش عاد نبيع وإيش عاد نشتري. وحد الله ورزق الله واسع، آمن بالله ورزق الله واسع، أطع الله ورزق الله واسع. نسأل الله التوفيق والسداد. يقول: ذكري أو ذكر في الدعاء: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام خطأ، خطأ أو صحيح، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، إلى آخره. وكذلك: اللهم اعتق رقابنا من النار. ما فيها شيء، ما فيها شيء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول مثلا: رب اغفر لي، هل هو يريد غدا؟ الآن لا، هي نفسها في هذا المقام تحمل معناها، هو يريد أن تتحقق المغفرة من الآن.
وهكذا إذا دعا الله بقضاء الدين يريد أن يبرم له الله عز وجل قضاء بسداد دينه من الآن وشفاء مريضه من الآن ونحو ذلك، فما فيها شيء. وكذلك اللهم اعتق رقابنا من النار، بعضهم استشكلها قال من قال لك أنك من أهل النار؟ عندما قال الرجل وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن، هل قال له لما تقول اللهم إني أعوذ بك من النار هل أنت من أهل النار؟ ولما تقول اللهم إني أسألك الجنة هل أنت محروم من الجنة؟ ما قال له هذا، أقره على هذا الدعاء، أقره على هذا الدعاء. فحين تدعو الله أن لا يجعلك من أهل النار ليس معناه أنك الآن من أهل النار وتطلب منه أن يخرجك منها، فهي مثل قوله اللهم اعتق رقابنا من النار. سؤال يقول ما حكم استعمال الحناء للرجال للزينة؟ لا يجوز، لأنه من طيب النساء، طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما خفي ريحه وظهر لونه. طيب الرجال، طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. إن كان حصل غير هذا فهذا هو الصواب. فاستخدامه للرجال للزينة لا يجوز، لكن استطبادا، كأن يكون عنده تشققات في قدميه فيستخدمه بعض الناس لذلك. كذلك استخدامه للشعر الأبيض لا مانع، أن بل يستحب أن يخوب شعر لحيته وشاربه ورأسه إذا كانوا بيضا. قال ما حكم عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ لم يرد إلا أثر عن ابن عمر في رفع اليدين في الجنازة، فمن رأى أنه يقتدى به في ذلك أخذ به، أما أنه مرفوع عن رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد. فمنهم من جعله في حكم المرفوع وأخذ به، ومنهم من جعله موقوفا ولم يرفع يديه. قال ما حكم السكوت بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع في القراءة؟ لم يرد دليل، إنما ورد أثر عن قتادة من قوله، ورفعه لا يثبت، إنما ورد من قول قتادة من قوله، كما ذكر ذلك ابن القيم قال هو مقطوع من قول قتادة. قال هل لبس الجنبية سنة؟ وما حكم لبسها في يوم العيد؟ وهل هي من جملة لبس السلاح؟ الجنبية لبسها مباح، لبسها مباح، ولا علاقة لها بكلمة سنة فيما يبدو لي والله أعلم، وهي من الزينة. وأما لبسها في العيد ففيها كلام العلماء في شأن السلاح، أنه إن كان لبسه من عاقل لا يتوقع أن يأذي به الناس فلا بأس، وإن كان طايشا فلا يلبسه، والله المستعان. وش الذي قدرنا نقول يا فلان أنت طايش؟ نعم، ما نستطيع، نسكت وكفى. أين الأفضل للصائم سفر، الصيام أم الإفطار؟ وهل هناك تفصيل في المسألة؟ ورد أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، وقال ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن لبعض العلماء كلام، يقولون إن كان الشخص
شديدا في أنه يمنع من الإفطار، فهذا في حق الإفطار أفضل كسرا لهذا المعنى الذي في نفسه. والعكس إذا كان لا يصوم قطعا فيقول في حقه الصيام حتى لا يتعلم الإهمال. فعلى كل حال الأمر سهل، يجوز له الإفطار وعليه القضاء. لكن بعض الناس عمله سائر مسافر طوال العام، فمتى عسى أن يفطر أن يقضي؟ متى عسى أن يقضي أن يقضي؟ مثل هذا الأفضل في حق الصيام ما دام أنه مسافر على مدى العام. قال: ما صحة حديث الخلق عيال الله؟ ما أعلم إلا أنه صحيح. هل عندكم شيء يا طلبة العلم؟ كيف؟ بهذا اللفظ ضعيف، وما هو الذي ثبت؟ أخوكم حسين يقول الحديث ضعفه الألباني. خيرا، بارك الله فيك. ما صحة حديث فاطم الخد ملعون؟ ورد النهي، أما بهذا اللفظ لا أعرفه. ورد النهي عن هذا: لا تلطم الخد ولا تقبح. ما صحة حديث شيبتني هود وأخواتها؟ الحديث صحيح، والعلماء يمثلون به في باب المضطرب، لكنه اضطراب لا يخدش في صحته. الاختلاف في بعض الأسماء أو في بعض الصحابة أو كذا، لكن مجموع ذلك معناه أن الحديث ثابت كما ذكر ذلك الألباني. قال: هل يجوز استعمال زيت الحية؟ ولن نتأكد هل هو زيت الحية، لأن بعض الشركات يسمون هذا الأسماء، مثلا زيت أبو جمل، زيت أبو حية، زيت أبو نمر، يعنون أنه شعار الماركة، شعار الماركة فقط. فإن كان مستخلصا من الحية فلا يجوز، وإن كان الماركة شعارها الحية فجائز، والله أعلم. ما معنى قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه؟ يقول: إذا كان عندك مثلا تمر جيد وتمر رديء، لا تذهب حين تريد أن تتصدق إلى التمر الرديء وتتصدق به، بحيث لو أعطيت أنت إما أن ترده أو تقبله حياء تغمض فيه، تأخذه وأنت مستحي. فانظر إلى حالك لو أعطيت، فإذا كنت ما ستقبله إلا بإحراج لا تتصدق بمثل هذا. والمراد: لا تتقصد ذلك الرديء مع وجود الجيد، الجيد موجود ويذهب إلى الرديء ويتصدق منه، لكن لو أن إنسانا ما عنده إلا هذا يتصدق منه لا بأس. سنقول له: لو أعطيت منه ستقبله؟ يقول: على مظهر. إذا لماذا تتصدق به؟ يقول: ما عندي إلا هو، ما عندي إلا هو. فمثل هذا يتصدق، لكن الآية في الذي يتيمم يعني يقصد إلى الرديء مع وجود الجيد. ففي هذه الحال نقول، يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إلى هنا.